الزعتر، القرنفل والشيح وغيرها أسماء أعشاب تعود عليها الجزائريون في الآونة الأخيرة. عبد الله أحد هؤلاء، بحيث يأتي لمحل الأعشاب هذا أسبوعيا لاقتنائها. عطينا 5000 زعتر. يا خويا كل واحد وش يداوي، كاين اللي يداوي الفارماسي وكاين اللي يداوي الأعشاب. الأعشاب زعما ناتيرال، نتبعوا الزعتر، نتبعوا النخا، النخا مليحه للبرد، مليحه للسيركيلي الدم، مليحه لكل شيء. والفارماسي ثاني عندها ادويه ثاني مضاده ثاني لهذا الفيروس، وكاع ما خيروش عند حاجه على حاجه. ارتاح ما نكذبش على خويا، قبل كورونا كان زعما مليح، بصح تسلموا كورونا وضمض عليهم بزاف طلعوا. مثلا القرنفل حتى 400 كيلو كان يدير 200 كيلو، الكورونا ضمض عليهم بزاف حتى 400 كيلو. وإلى جانب هذه الاعشاب انتشرت بين الجزائريين وصفات لخلطات مصنوعه من الاعشاب تزيد من تقوية جهاز المناعة أو تجنب الإصابة بفيروس كورونا، غير أن للأخصائيين رأي آخر. التداوي بالأعشاب ليس علاج في حد ذاته ضد الفيروسات، وإنما هذه الأعشاب فقط راح تقوم بعملية تعزيز مناعة الإنسان، معناتها راح تحفز المناعة الشخصية تاع الإنسان. الخطر يكون أنه يمكن أن الإنسان يقوم بعملية خلط الأعشاب، وبالتالي خلط المواد الكيميائية اللي تقدر تدير تفاعلات. هذه التفاعلات تقدر تكون ضارة، خاصة بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي ولا اللي عندهم أمراض القلب ولا اللي عندهم سكري، يقدر يديرهم اختلالات في الأمراض المزمنة اللي هي ديجا عندهم. إذن لازم كي ناخذوا هذه الوصفة لازم تكون من مختص. وحتى لا تتحول هذه الأعشاب من نعمة إلى نقمة، تبقى العقلانية في استعمالها واستشارة المختص أحسن طريقة لتفادي أي مضاعفات.